على شغلة البلدية هاك الربط ده حق المجاري، هاي ما ربطوا زين البلدية. المقاول يقول على البلدية والبلدية يقولون على المقاول. نعم. طالب البلدية علم التبليط، أرصفة، جيترات، حدايق، هاك حال الطلاب ده حق الطلاب. بس عم تجي بس بعد ما مطردين مطردين الوحالات للركبة. سووا لنا هذا الوادي الصندوقي وهاي معاناتنا. هباكر بالشتاء شلون؟ يعني كمل الصندوقي. كمل الصندوقي بس غير غير بلطونه؟ هاي معاناتنا من هنا ينزل شلال من هنا بالشتاء ومن هنا هاي كلها دخل على بيوتنا، بيوتنا تطوف من هنا. فاحنا خلي بلطونا اياه هنا باكر الشتاء شو راح يصير؟ حتى القرى احسن من عندنا صارت. صاروا يمكن اربع خمس اشهر ست اشهر حتى يعني ماكو هيك شيء. استاذي هاي المغربيات تنزل علينا التراب وشوف ما ينقعد هنا ولا ينمشي. والله دمرونا دمار يعني شوف، وحتى الانقاض ما شالوها بعد ما يحفرون اللي سووا هذا اللي سووا الصندوقي. حتى انا قلنا لهم يا ابو هاي الانقاض ليش خليتوها هنا؟ قالوا احنا نشيلها وما شالوها. والله صار لها اشهر معاناتنا يعني فرد نوم تعيس هشاك وريد بلطون الشارع يسوون المجاري.